أكبر الله أكبر. هنا تريم أرض المساجد والمآذن، إذ تزخر مدينة العلم والعلماء بما يقارب 360 مسجدا. حينما تتجول بشوارعها وأزقتها ترى أمامك دور علم ومكتبات وجوامع تشع منها السكينة التي تعكس طبيعة المدينة الأصيلة وروحانيتها. في القرن الأول الهجري شيدت أولى مساجد هذه المدينة بطريقة إبداعية تفنن في بنائها الأوائل، وظلت شاهدة إلى يومنا هذا، تدل على عظمة الإنسان اليمني. ففيها بني أول مسجدا بمدينة تريم، مسجد الوعل الواقع وسط المدينة. المسجد مؤسسة عظيمة جدا، لها بعد حضاري في تشكيل الوعي، لها بعد حضاري في تشكيل الاستنارة، حتى أن الحضاري ما لكثرة المساجد في مدينة تريم وتعدد المساجد في مدينة تريم، تجد أن البائع فقيه وأن الرجل في السوق فقيه وأن الذباح فقيه. لماذا؟ لأنهم كلهم مربوطين بمؤسسة المسجد، والمساجد كثيرة. مساجد تريم شاهدة التاريخ، ضاربة جذورها في صلب الحضارة الإسلامية، تستشفها هنا في تفاصيل هذه المعالم الهندسية والمعمارية الفريدة المشيدة لمختلف الطرق كمتحف حي على عبقرية الإنسان اليمني. إذ لعبت هذه المساجد منذ القدم دورا بارزا في ترشيد الحياة الاجتماعية من خلال تبني بعض مشايخ العلم فيها حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدارس الحديث والفقه والسيرة وتعليم اللغة العربية، فكان لهم الدور الكبير في توسيع مفهوم التسامح الذي توسع وانتشر حتى وصل إلى بلدان شرق آسيا وجنوب شرق أفريقيا. من أبرز هذه المساجد ومن أقدمها مسجد الوعد، والذي أسسه التابعي الجليل أحمد بن عباد بن بشر، وهو ابن الصحابي الجليل عباد بن بشر الأنصاري. بني هذا المسجد في القرن الأول للهجرة، وكان من المساجد العلمية ومن أقدم المساجد بمدينة تريم. في وسط هذا الجامع العتيق تبدو ملامح الحضارة الأصيلة شامخة كشموخ تاريخها الذي ينبض بحضارة المدينة وتراثها العريق. حداد مساعد، قناة بلقيس، تريم، حضرموت.